السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخوتي الطلبة رحمني ورحمكم الله، ما زلنا في موضوع صلاح الدين، وإن شاء الله في هذا المقطع سيكون لديكم بعض الأسئلة الشفهية أرجوكم أن تجيبوا عليها. التدريبات، نعم، نعم، الآن تدريبات، عندنا تدريبات شفهية، تدريبات شفهية تتطلب منكم أن تتكلموا. إذن هذه الأسئلة تجيبوها بالكلام ليس بالكتابة، تسجلون أصواتكم ثم ترسلون إلي. طيب، نقرأ النموذج. تدريبات شفهية، أسئلة على النص. الرقم الأول يكون نموذجا للأسئلة التي بعدها. الرقم الأول: ماذا فعل الصليبيون بالدولة الإسلامية منذ 900 سنة؟ أولا تقرأ السؤال ثم تجيب على السؤال بالصوت ليس بالكتابة. الجواب: منذ حوالي 900 سنة هجم الصليبيون على الدولة الإسلامية. الجواب بالكمال، يعني تجيب على السؤال كاملا، لا تقول فقط هجم الصليبيون، ولكن تجيب منذ حوالي 900 سنة هجم الصليبيون على الدولة الإسلامية، وهكذا الجواب كاملا. ماذا فعل الصليبيون بالدولة الإسلامية منذ 900 سنة؟ الجواب: منذ حوالي 900 سنة هجم الصليبيون على الدولة الإسلامية. لا تجيب على السؤال فقط بأن تقول هجم الصليبيون على الدولة الإسلامية، لا، أنا أريد أن تجيب كاملا. تقرأ أولا السؤال ثم الجواب. طيب، السؤال الثاني: ماذا فعلوا بالشام وفلسطين وبيت المقدس؟ ماذا فعلوا بالشام وفلسطين وبيت المقدس؟ هذا الثاني. والثالث: ماذا أقام صلاح الدين بالقرب من حطين؟ ماذا أقام صلاح الدين بالقرب من حطين؟ السؤال الرابع: ماذا عاد للبلاد الإسلامية بعد النصر في حطين؟ طيب، هذه الأسئلة الأربعة. أولا تقرأ السؤال ثم تجيب عليها بالصوت ليس بالكتابة. طيب، بعده أسئلة على النص باء. الأول: لماذا أخذ صلاح الدين يطوف بالبلاد الإسلامية؟ تقرأ أولا السؤال ثم تقرأ الجواب. أخذ صلاح الدين يطوف بالبلاد الإسلامية ليدعو الناس للجهاد في سبيل الله. نعم، أجب كاملا، لا تقول ليدعو الناس للجهاد في سبيل الله فقط، ولكن قل أخذ صلاح الدين يطوف بالبلاد الإسلامية ليدعو الناس للجهاد في سبيل الله. الثاني: لماذا هجم الصليبيون على البلاد الإسلامية منذ 900 سنة؟ لماذا هجم الصليبيون على البلاد الإسلامية منذ 900 سنة؟ السؤال الثالث: لماذا أقام صلاح الدين معسكره قريبا من حطين؟ لماذا أقام صلاح الدين معسكره قريبا من حطين؟ السؤال الرابع:
لماذا يذكر الناس القائد صلاح الدين حتى هذه الأيام؟ لماذا يذكر الناس القائد صلاح الدين حتى هذه الأيام؟ هذه السؤال كذلك تجيب عليها بأن تقرأ أولا السؤال ثم تقرأ الجواب، والجواب يكون كاملا. ثم أسئلة على النص جزء الجيم. الأول: من هجم على الدولة الإسلامية منذ 900 سنة؟ الجواب: الصليبيون هجموا. نعم، الجواب الصليبيون، ولكن لا تخفي أن تقول الصليبيون فقط، ولكن قل الصليبيون هجموا على الدولة الإسلامية منذ 900 سنة. السؤال الثاني: من فكر في طريقة يتخلصون بها من العدو؟ من فكر الثاني من فكر في طريقة يتخلص بها من العدو؟ الثالث: من استطاع أن يجمع عددا كبيرا من المجاهدين؟ من استطاع أن يجمع عددا كبيرا من المجاهدين؟ السؤال الرابع: ممن تخلصت البلاد الإسلامية بعد النصر في حطين؟ ممن تخلصت البلاد الإسلامية بعد النصر في حطين؟ تخلصت، عرفت معنى تخلص؟ تخلص بمعنى ببس. ممن تخلصت البلاد الإسلامية، نجار إسلام، ببس داري سيابا، هكذا معنى السؤال الرابع. طيب، هذه هي الأسئلة على النص، أرجو أن تجيبوا عليها بالصوت، تسجلون أصواتكم ثم ترسلون إلي، وأعانكم الله على ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.